خليني اقول لحضراتكم احنا معانا دلوقتي خبر او موضوع يعني حابين نتناقش فيه ونعرف تفاصيل عنه اكتر، انه تم اقرار مشروع القانون المقدم من الحكومه والخاص بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال. وطبعا قد اثارت هذه التعديلات تخوف بعض العاملين من ان تكون لها تاثير ضار بحقوقهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف سيادة الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. ألو، صباح الخير سيادة الوزير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الحقيقة سيادة الوزير طبعا يعني لما بيكون معانا خبر زي كده بيبقى حابين إن احنا نعرف عنه تفاصيل أكتر عشان نطمن مشاهدينا. حابين نعرف إيه أهم التعديلات يعني اللي تمت على قانون قطاع الأعمال العام؟ وقبل ما اقول بس التعديلات نفسها اقول الهدف من التعديلات. تمام. حضرتك عارف ان ضروري يبقى في فصل بين العاملين كعنصر اساسي من ثلاث عناصر في الانتاج والاداره. تمام. اللي هي تنبهنا او علماء الاقتصاد في العالم يعني تنبهوا ان ده العنصر الرابع والاهم للانتاج بعد الارض اللي هي بتساوي المواد الخام والارض يعني. تمام. زائد العماله زائد الفلوس. فبالتالي الاداره كان لابد ان احنا نفصل بين عمليه متخصصه جدا ليها اصول وليها حاجه وبين العماله في الانتاج. القانون القديم كان بيقول انه مجلس الاداره المنوط به ان هو يضع استراتيجيه للعمل ومتابعه الاداره التنفيذيه بتنفيذها. مجلس الاداره نصه من العاملين المنتخبين. وزي ما قلت لحضرتك قد لا تتوافر ليهم البعد الاستراتيجي وعلوم الإدارة يعني. تمام. فكان لابد ان احنا نرجع الحق ده للمساهم اللي هو الدولة في الحالة بتاعتنا، فاكتفينا ان هو يبقى فيه ممثل للعاملين واحد لو مجلس الإدارة صغير واثنين لو كبير، وده على فكرة يعني اكتر من الحقوق اللي بيديها القانون 159 اللي هو بتاع القطاع الخاص. انه القطاع الخاص في العاده ما بيبقاش في حد ممثل للعاملين وبيكتفوا بلجنه من العاملين بيجبروا مجلس الاداره انه يقعد معاها بصفه دوريه. فدي اهم حاجه في التعديلات عندنا. تمام. الحاجه الثانيه انه ادى المجلس الاداره والجمعيه العموميه الحق في تغيير لوائح العمل بعد التشاور مع اللجنه النقابيه. الحق كان في الشكل الاول يعني كان مدي الحق في التعديلات دي فقط للعاملين اللي هي اللجنه النقابيه يعني. تمام. وده كان بنجد ساعات تعسف كبير في تغيير اللوائح من اللجنه النقابيه، فرجعنا برضه للاصل ان هو المساهم هو اللي بعد التشاور مع العاملين بيغير. الاثنين دول بس يعملوا طفرة في الأداء، طبعا بيضع مسؤولية أكتر على الدولة اللي هو المساهم في اختيار الممثلين بتوعها وفي متابعة الاستراتيجية بتاعتهم، وتبقى المسؤولية نقلت بالكامل إلى الدولة. تمام. طيب يعني الحقيقه برضو سياده الوزير برضو حابب انقل لحضرتك ان في بعض تخوفات يعني من العاملين يعني من هذه التعديلات، يعني بقول مثلا ممكن حد يقول ان هي ممكن تقلل من نسب الارباح. حابين برضو حضرتك يعني لا توضح لا لنا بس ده. نسب الارباح ايه؟ احنا دلوقتي انا شرحت ان احنا بدل ما كانت المسؤوليه شائعه بين صاحب المال اللي هو المساهم والعاملين خلاص نقلناها كلها على مسؤوليه على المساهمين. نرجع بقى للعاملين، القانون برضو بالزيادة عن القانون 159 بتاع القطاع الخاص بيدي للعاملين أرباح بنسبة من 10% ل 12% حسب ما تقرره الجمعية العمومية قبل أي فلوس بتعطى للمساهم. يعني أنت بتعمل ربح 100 جنيه بتخصم الاحتياطات القانونيه، هنفترض انها 10% يبقى 90. القانون بيدي من
10 ل 12% يعني 9 جنيه ل 11 جنيه للعاملين مباشرة توزيع ليهم وبدون حد أقصى من الأجور. القانون القديم كان بيقول ما تديش أكتر من 12 شهر. إحنا قلنا هندي الأول وبدون حد أقصى، يعني ممكن ال 12% دي تكون 20 شهر 40 شهر. تمام. من حقهم طالما عملوا حققوا الأرباح دي للمساهم. بعد كده مجلس الإدارة بياخد برضه نسبته، وبعدين المساهم يقرر إذا كان يحتجز الأرباح ولا يوزعها. إنما حق العاملين ومجلس الإدارة كيعني عوامل أساسية في تحقيق الأرباح دي أخدوهم يعني قبل المساهم، ودي حاجة مش موجودة في 159 حتى. فإحنا حريصين على إن المسؤولية تنقل في الإدارة للمساهمين، وفي نفس الوقت العامل ياخد حقه ثالث وثالث. تمام. يعني هذه التعديلات ما تمثلش اي تخوف خالص لاي حد من العمال. تمام. لا، دي محفزه للعاملين ولمجلس الاداره والاداره التنفيذيه على بذل اقصى مجهود لتحقيق الارباح وجني ثمارها يعني. تمام. طيب، الحقيقه ايضا سياده الوزير يعني حابين حضرتك تقول لنا ان تم يعني تعديل مهم، طبعا هو عدم جواز الجمع بين صفه رئيس مجلس الاداره وصفه العضو المنتدب، يعني برضو حابين نعرف اهميه هذا التعديل من حضرتك. قوي قوي. الحوكمه، ممارسات الحوكمه في العالم النهارده بتقول انه مجلس الاداره ما يبقاش متركزه سلطاته في واحد بس. تمام. احنا كنا بنسمح لحد قبل التعديل انه يبقى في شخص اللي هو رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب التنفيذي بيلعب الدورين دول. في خطوره في الوضع ده انه تبقى مجلس الاداره بيبقى مغيب عن الحقائق وعن الارقام. فلما بيجي واحد مختلف غير تنفيذي، رئيس مجلس اداره غير تنفيذي، بيبقى هو وبقيه الاعضاء غير التنفيذيين ليهم وزن في مجلس الاداره عشان يقدروا يعني يشوفوا الارقام الحقيقيه ويقدروا يحاسبوا العضو المنتدب او الاعضاء المنتدبين حسب الحاله. تمام. على ادائهم. تمام. طيب، اختم مع سيادتك سياده الوزير، يعني ان في طبعا خبر صار حابين حضرتك تؤكد لنا عليه، ان طبعا هو توقيع على انشاء اكبر مصنع غزل في العالم بالمحله. طبعا حابين نعرف يعني هذا الخبر ونعرف مدى صحته. يعني هو المصنع ده جزء من التطوير الحادث في الشركات. احنا عندنا 32 شركه بتعمل 9 منهم في التجاره والحليق، تجاره الاقطان الزهر والحليق. تمام. و 23 في الغزل والنسيج. احنا في مجال تطوير الغزل والنسيج اللي هو تقريبا مقدر له حوالي 20 مليار جنيه، ابتدينا باكبر مصنع بنعمله، هو مصنع جديد لاحلال مصانع قديمه في الغزل والنسيج. راينا ان عمل مصنع احسن من ترميم مصانع قديمه، فعملين مصنع يعني تحت سقف واحد اكبر عدد من المرادن في العالم، 182 الف مردن. المردن ده هو المكنه اللي بتعمل الغزل. تمام. فتاني اكبر واحد في العالم، مصنع في العالم يعني، عنده 160 الف مردن في الهند. ده هيبقى يعني اكبر واحدث مصانع في الغزل في العالم، وباذن الله يتحط فيه الماكينات الجديده اللي من اكبر مورد اوروبي برضه، وباذن الله تبقى مشرف خير بالنسبه لصناعه الغزل والنسيج. يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا في الاول وفي الاخر سياده الوزير احنا طبعا بنشكر الجهود اللي حضرتك بتقوم بيها ويعني من قبل حضراتكم، وان شاء الله نرى الافضل والافضل في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وتعدي هذه الازمه على خير ويبقى كل حاجه بخير يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك وبشكر المشاهدين. أنا بشكرك جدا سيادة الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام. بشكر حضرتك كمان على وقتك. بشكرك شكرا جزيلا.